عشاء في السماء، مغامرة بدأت في بلجيكا وامتدت منها إلى 40 دولة في أنحاء العالم، وحطت رحالها أخيرا في مصر. نبيلة، ويقدم المطعم في القاهرة تجربة لتناول وجبة عشاء بين السحاب على ارتفاع عشرات الأمتار من الأرض. شهد المطعم المعلق في القاهرة إقبالا كبيرا رغم ارتفاع أسعاره، ويتهى طعام العشاء أمام الزبائن مباشرة وهو يتسع ل12 شخصا. تنقل مطعم عشاء في السماء بين القاهرة ومنتجعات البحر الأحمر في مصر، وينتظر مالكه من السلطات المصرية تصريحا للعمل في منطقة الأهرام. والله انا كنت اكسايتد جدا ان حاجه زي دي تحصل في مصر هنا، لان البلد كلها بدات تتطور، فايفن الاكتيفيتيز بتتطور. لا احنا كلنا مبسوطين بحاجه زي دي في مصر. هو بصراحه اتس اميزنج فيلينج، يعني فوق قريب من الشمس وشايف مصر من فوق، فاحساس جميل جدا بصراحه. الموضوع كان بالنسبه لي فيه سنه رعب، بس هو تو ما الواحد طلع فوق الرهبه دي راحت. انما هو احساس جميل بصراحه ان انت باول مره بتطبخ فوق، دي اول مره احنا نجربها بالنسبه لنا. فكره ان انت بتطلع ارتفاع 50 متر فوق الارض، وبعد كده الشيفس اللي معاك بيعيشوك برضو الاكسبيرينس بتاعه الطبخ، وبيبتدي هو يحط لك الاكل، مش اكل بيتحط لك جاهز على وانت قاعد. غير كده كمان الفكره ان انت قاعد زي ما حضرتك شايف، الكرسي ولا تحتيك ارض ولا جنبك حيطه ولا فوقيك سقف، هو جاست الروف ده عشان الشمس. غير كده انت طاير، انت يعني بمعنى الكلمه انت متعلق في الهواء.